زون ميكس رجعنا معكم من جديد. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم الحارس السابق الترجي ونادي حملم في العربي الماجر. على زوز فرق كهو عربي. زوز اللي نحبهم كورت فيهم. حملم حملم في الترجي وبعدها ترجعت لحملم. باهي وصلنا لتجربتك مع الترجي منذ قليل. علاش وفات في 2012 وفاته؟ بالضبط جام في 2012. بعد الكوب دي موند بالضبط وفات. علاش وقتها شنو صار؟ علاش كيفاش وفات؟ أنت اخترت توفى وقتها شنو صار؟ معناتها وقتها جاني تليفون مع عند سي عادل دعداع معناتها قال لي راهو جمعيتك حاجتها بيك ووقتها حملم في معناتها في سيتياسيون خايبة قال لي باش ترجع تعاوننا ستة شهور خممت شوية قلت بوركوا با نرجع أنا بطبيعتي نرجع فورمتي واحد كنت مازلت سو كونترا بعد سو كونترا مع الترجي حط الوقت ايش؟ 2014 باهي مازال كونتراتور مازال كونتراتور مع الترجي خممت شوية قلت بوركوا با معناتها نرجع لجامعتي نعاونهم ستة شهور ونرجع أنا الفورمة نتاعي واحد كاو معناتها كي رجعت عجبتني زدت قعدت اكثر معناتها قعدت زدت عاودت معناتها طلبت من الاداره نتاع الترجي باش نقعد في حملم وما كانش عندهم مانع والله وقت السي نبيل معلول هو اللي كان رافض باش انا نخرج اما انا شديت صحيح معناتها اللي نحب نلعب في حملم ونحب نرجع نلعب في جامعتي انت تحب تلعب وكا نحب نلعب اي ما نحبش نقعد على البنك قعدت كملت في حملم قعدت كملت في بري ولا شنو؟ قعدت عملت عام ونص بري ومن بعد خرجت ليبر من الاسبيرانس عام ونص كل عام يجي كل ستة شهور يجدد كل ستة شهور يجدد ومن بعد خرجت ليبر من الاسبيرانس صحت في حملم في مرة أخرى قعدت ست سبع سنين هكاك باهي لو أنت في الجزء الأول اعترفت ببعض الأخطاء اللي عملتها وقتاش حسيت روحك تظلمت في الترجي؟ والله فما اوقات معناتها اللي حسيت روحي نجم نكور معناتها مثلا فما ماتش نتذكره ماتش ليتوال هذيك فينال معناتها بون هزيناه الحمد لله معناتها الكوب اما كنت باش نلعب انا ادرنير مينوت معناتها تنحيت ما نعرفش علاش هذيك كنت معناتها في وقتها في اون فورم وكنت نتصور هذيك الانطلاقه وقتها نتاعي ما لعبتش هلا غلط فهمني فما اوقات معناتها علاش ما لعبتش وقت ما نعرفش معناتها تفكر حتى عملت ديكلاراسيون وقتها قويه شويه بعد اي ما نعرفش انا وقتها معناتها جاي وحتى وقت معز وقت سيمير لا لا حمدي وقت سيمير جاي حتى حكى معايا وقال لي باش تلعب واحد بعد قلت لك فلان ماهر الكنزاري مدرب اي مدرب اي حكى معك قبل الماتش حكى معايا قبل الماتش يمكن بساعه ساعتين قال لي حضر روحك باش تلعب وكل شيء من بعد جيت دخلت للرينيون نلقى اسمي مش موجود معناتها اي ما جاتني كالصدمه معناتها وانا محضر روحي باش نلعب وموتيفي شنو صار؟ فهمتني؟ ما صار شيء ما شو وفينال معناتها وقتها شنو مش نجم تعمل ما تنجم تعمل حتى شيء معناتها ما حكيتش مع ما حكيتش حتى بعد ما حكيتش معاها لا ما وقتها تلهينا وقتها هزينا الكوب وفرحه ودرا شنو كاو لليوم ما حكيتش معاها ما حكيتش لا باهي نمشيو لحملنف ما انتهتش كما يلزم في هذه الاكسبيرونس في حملم صحيح معناتها عديت انت عوام باهين في حملم بون كنا قلت لك مع سي عادل كنا متفرهدين معناتها امور ماديه لي كونديسيون كل شيء كنا معناتها وصلنا عملنا ماتش وقت كبار ترشحنا دومي فينال كوب معناتها حتى من بعد كي مع معين شعباني معناتها زاد عملنا عام باهي معناتها دومي فينال كوب مع معين دومي فينال اي عملنا مرتين دومي فينال زاد خسرنا مره في جيبس فهمتني بعد معناتها كي معناتها مع الرئيس الجديد كي مشى سي عادل لقينا برشا صعوبات وما عرفش كيفاش يسير الجمعيه ما عرفش وصلنا نحن فاضل بن حمص فاضل بن حمص وصلنا نحن معناتها في الليل العام اللي تحنا فيه وصلنا نحن في الليل نحن الاولانيين وقتها فما الفاز بلاي اوف وبلاي اوت معناتها وصلنا الاولانيين من بعد في البلاي اوت في البلاي اوت نحن الاولانيين من بعد في الروتور عمل هكا نحل كيما يقولوا الناس اللي كادر اللي يخلصوا برشا باش ما ياخذوش بريم دو روندمون اللي هما انت اللي هما انا البوسليمي نحا برشا كعبيت جوارات ولا ما عادش يلعبوا فهمني كلك جوار ما عادش يلعب كلم لونترينور قال له نحي لي هذوما باش يكبر لي بريم دو روندمون وانا متهني على فوالا فوالا ما قعدنا هكا كمان نلعبوش وصلنا حتى هيك شيء ما ربحنا حتى طرح حتى ماتش كي ربحنا تروح بركه معناتها في الروتور كامل رانا منعنا حتى نعملوا اكس نمنعوا روتور كامل ما ربحنا حتى تروح جاو في لي تروا ماتش الاخرانيين رجعوني كاول عملنا زوز ماتشات شكون يلعب وقتها حمزه الباهي حمزه الباهي
عملت زوز ماتشوات في حمل انف، عملنا 0-0 وخسرنا 2-1 في جيبس وخسرنا طرح المرس. هذيك هو معناتها نحن كان خموا شويه في الجمعيه، ولا خموا في، ولا معناتها سوء تصرف معناتها كبير ياسر معناتها من الهيئه وقتها، كيفاش نحاو جواريت معناتها على الفلوس. نورمالمون يتمنعوا الجمعيه قبل ومن بعد يخموا في الامور الماليه. الهيئه طيب حتى يحملها في وقتها، الناس الكل تتحمل المسؤوليه، الناس الكل تتحمل مسؤولية، الهيئة والملاعبية وبما فيهم أنا، الناس الكل، كل واحد عنده بار في 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 حمل انف كيفاش طاحت. بعد ماتش المرسى شنو صار في ليفيستير؟ بعد ماتش المرسى معناتها كانت جواريت معناتها لي جوار معناتها اللي يقولوا ضربوا كمال الزواغي، هما ما ضربوش، تهدوا عليه ما ضربوش. ضربوه؟ لا لا ما ضربوش. لا تهدوا عليه، انا حاضر قدامك. لا لا حاضر انا انا حاضر ونشوف فيهم، ودخل وسكروا عليه البوليسيه الباب وهم يكسروا في الباب. هو ما قال ضربوني؟ لا هو قال ضربوني، هو كبر. لا ما نقولش يكذب، انا قدامي ما ضربوش، دخلوا الشرطه دخلته للفيستير وسكروا عليه الباب وقعدوا الجوالات يكسروا في الباب. علاش صار هذا كل ما كامل الزواغي؟ لا هي سي كمال الزواغي ما كانش محبوب برشا من الجوالات. علاش؟ ما كانش محبوب ياسر معناتها، كان يسمع اكثر الاداره، ونحن عندنا مشاكل ياسر نتاع فلوس، وكل يوم جرافات، وهو ينحاز يجي يقول كلام، ومن بعد الهيئه يقولوا له لا تو نخلصوا، مشاكل ياسر نتاع فلوس. انت تعرف كي يقعدوا جوارات 3 شهور واربع شهور ما يخلصوش، معناتها عندهم عائلات، عندهم فلوس، عنده ضو، عنده كريه، عنده ما كانش دخل المدرب. المدرب هو اللي يجي مثلا اللي يتفاهم هو الهيئه، يقول له ماي مثلا الجمعه الجايه يصب لكم فلوس وعلى ضمانتي انا وعلى درش، ومن بعد ما يصير حتى شيء. لين وصلت الجوارات معناتها لحد الكره معناتها، فهمتني؟ كي تحت الجمعيه شكون باش يدوروا؟ باش يدوروا المدرب ديريكت. شنو شكون باش يدوروا؟ تحت الجمعيه، تحت الجمعيه علاش يدوروا؟ فما قرار برشا قرارات غالطه خذيها ما فنيه مثلا، برشا قرارات غالطه. انا كما قلت لك معناتها برشا جوارات تنحاو على خاطر يخلصوا برشا وقت اللي الجمعيه هذه من فوق. اي من فوق، انت كمدرب ما تسمعش الكلام هذاك، شخصيتك لازم تكون قويه، ما تسمعش الاداره شنو يقول لك ناحيه عربي الماجري ولا ناحيه فلان ولا ناحيه فلتان، معناتها تسمع الكلام، من بعد ترجعوا الجوار هذاك وقتاش؟ وقت اللي صاير تستحق له، وقتها حسيت روحك باش تطيح. رجعت جوارات وحبيت تلم معاك. قلت لي قدامي تهدوا عليه، انت وين وقت اش انا في الفستير تتفرج معناها؟ نتفرج اي انا وقتها معناتها شوكي، معناتها نغزر مانيش في مخي. انت كابيتان معناتها نورمالمون تعمل اكسيون، تعمل حاجه. شنو تصورني باش نعمل؟ انا اقل حاجه. لا انا حسيت على جمعيتي برشا. ولا حبيتوا تذهب؟ لا 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 معناتها لا لا الشرطه معناتها قلت لك انا ما تهدوا علي، ما هو مسكرين عليه بالسلسله، ما تسكروا عليه الباب، نشوف فيه مسكروا عليه الباب ما وصل له حتى حد. قالوا حتى اني تهدوا عليك عارف. لا لا ما تهدوش علي، انا يحبوني برشا. لا لا ما سمعتوش. ما سمعتوش كلام جمله؟ لا لا اول مره تسمعوا تاو؟ لا لا ما تهدوش علي، لا مش اول مره نسمعوا تاو، سمعته قبل ما انا ما يتهدوش علي. انا اول حاجه الملاعبيه الكل تحبني. انا كيما اخوهم الكبير وقتها، ما حتى كي انا غلطت في الماتش واحد الناس الكل تغلط، والناس الكل معناتها تصير معناتها في اي ماتش نتاع كوره نجم جوار يغلط، اما انا الملاعبيه كانت تحبني، علاقتي طيبه بها، ما ينجموش معناتها. علاش خرج لك الكلام هذاك من وقتها؟ ما بالطبيعه وقتها في الميديا كل على كل ما زيد الماء زيد الدقيق، كل واحد يحكي حكايه، كل واحد تكبر الحكايات، هم ضربوا فلان او عملوا لفلان. انا قهوتي مقابل استاد كانت معناتها، ومشيت ديريكت بعد الماتش مشيت القهوه نتاعي. علاش تعاقبت وقتها من الاداره؟ ما تعاقبتش، انا رجعت نكور، انا في الناسيونال بي انا عملت تعاقبت، هما حبوا يمسحوا معناتها غلطهم الكل في عربي الميجري. كيف ما تعاقبتش؟ قالوا وقتها خرجوا بيان. اي قالوا فيه على زوز اسباب تعاقبت. ما قدمتش روندمون باهي. اي وما تحملتش مسؤولياتك كقائد فريق في الاحداث اللي صارت. في الاحداث اللي صارت، ومن بعد رجعت انا نلعب مع حمل في الناسيونال بي، رجعت نلعب. اي مش هذا سؤال، علاش تعاقبت وقتها؟ ما عاقبونيش، هما خرجوا بيانك اهو، خرجوا بيان وما تعاقبتش. علاش؟ انا قلت لك يحبوا يمسحوا الاغلاط اللي موجوده الكل، يحب يلقاو لي حل، يحبوا يلقاو مثلا العربي المجري حل. علاش انت بالذات؟ بالطبيعه انا اللي غلطت، انا غلطت فيه الماتش، انا هذاك متسبب فيه زاد معناتها انا وبوسنينه ودرشين طلعوا علينا برشا حاجات معناتها برشا كلام سمع. مي انا معناتها حملهم في هذيك الدار، انا معناتها ما قلت لك انا الحكايه كلها من رئيس النادي معناتها الجمهور ولا كلهم اصحابي والملاعبيه وكل. من الكلام اللي خرج قلت لي طلعوا برشا حكايات، موك حتى بالتخاذل في الماتش هذاك. صحيح صحيح.
اما الناس اللي تعرف عربي المجري عمري ما عملت حاجه كيف هكا، والجمعيات في تونس الكل تعرف عربي المجري والمسؤولين. انا وصلت انا ما كثرت حبي الحملم، فانا مولود فيها، بديت فيها من اللي جا. انا كانت كي حملم تستحق فلوس انا نعطيها، مش من نص اللي انا نعطيهم فلوس ونقعد نستناهم بالعام وبالعامين. دفعت من جيبك؟ من جيبي، من جيبي. شنو الملاعبية؟ انا حملم باش تتحرم من الانتدابات. انا جاوني كلموني صباح قالوا لي باش نخلصوا سيف الله، سيف حسني. لا 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 مش سيف الله، استغفر الله، الجزيري، سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري. مشيت البنك وجبت فلوس وخلصوا باش ما تتحرمش النادي نتاعي. قديش؟ 5 ملايين وقت. ما عندهمش وقتها 5 ملايين، انا دفعتهم. انا وصلت دفعتهم من جيبي، مع مشيت البنك. فضل الرئيس وقتها. اي. وعلاش ما ندار عليك من بعد؟ هاني قلت لك انا معناتها وقت اللي طاحت حملم في يزمي يلزم يمشي واحد كبش فدائي وكا القاني يلقاوني انا معناتها انا اللي غلطت. انا كان ما غلطش نهارتها مثلا، كان انا ما غلطش نهارتها وحتى حملم طاحت، راني التو نكور في حملم مثلا. اي البونت وقتها خلى برشا شكوك، خلى برشا بطبيعه جاج ولا ما عرفش. اي صحيح اخي، مش نكذب نقول لا، اما للناس اللي تفهم كوره ولا تفهم كذا، انا معناتها الله غالب ما شو نقول لك. وتمركه معناتها شنو صار فيه البوند وقت؟ والله انا كنت مقدم، شويه على الكاج نتاعي معناتها، والشمس كي هزيت عيني الشمس ضربت في عيني، ما ريتش الكوره، ما ريتهاش جمله كي دخلت معناتها، فهمتني؟ هذيك علاش معناتها غلطه، هي تصير غلطه مش في ماتش كي من هكاك، فهمتني؟ فهمت. في تصريح قبل ظهر لي في الصباح في جريده قلت خسرت 50 مليون في الماتش هذاك، كيفاش باش نتخاذل من الان؟ بالطبيعه كيف خسرته؟ انا الماتش هذاك مربوط معناتها فيه بريم كبير، فيه بريم دو روندمون، فيه لي سالير نتاعي معناتها. وقتها جينا سعاد دعديع قال عملنا رينيو قبل بنهارين، قال اي تمنعوا جماعيه ماتش المرسى، الناس الكل تخلص فلوسها الكل، اللي انا وقتها نسال 50 مليون عملم ما نجمش نتخاذل فيه الترع. انا اكثر واحد فهمت كيفاش، اما شنو هني قلت لك، انا فما عباد تحب تمسح الفشل نتاعهم، ناس فشلت تحب تمسحوا فيه. انا خذيتهم 50 مليون ولا ما خذيت شيء لليوم؟ لليوم رفع قضيه. رفع قضيه وين وصل؟ والله مازال ما فهم شيء. المشكله مش فلوس راهو، انا حتى كي انت هذاك النادي نتاعي ما حبيتش نشكي، اما حسيت كيفاش بحسيت بالقهره معناتها، كيفاش رئيس نادي يعمل معايا هكاكا معناتها وبك الطريقه. وبعد رجعت نلعب راه في الناسيونال بي معناتها، رجعت نلعب مع حملم وباقي ليه ما رجعنيش صافين، فهمتني؟ ما رجعنيش صافين، حتى رجعني خاطر نسال فلوس برشا الحملم. هذاك علاش هذاك علاش طلب 200 مليون انت؟ اي خاطر حقي هذاك. علاش ما تحكمش فيها لليوم القضيه؟ من 2017 الظاهر. من 2017 علاش لليوم ما فيهاش حتى نتيجه؟ على غالب هذيك تونس حاطين لك عصاف العجله، حاطين برشا عصاف، مش كان انا بركه، فما جوارات من 2013 ومن 2014 ومن 2015، هذيك الدوسيات كلها قاعده هكاك راقده. شنو الحل؟ محكوم فيها هي ولا ما تعرفش حد شيء؟ تعرف حد شيء؟ فما جوارات ما تعرف حد شيء، عند دوسيات سيل جمعيات وقاعده هكا تسال وكهو. هك تسال شنو الحل؟ ما فما حتى حل. شنو السبب حسب رايك؟ سبب العلاقات خويا نتاع رئيس النادي، ماناش عارف كيفاش، ما دوسيات راقده. نحن الناس خدمنا على رواحنا، عندنا حق كيما هما خذاو حقهم، نحن زاد لازمنا ناخذوا حق. احنا ما عندنا حتى حد يضرب علينا الجوارات. رئيس النادي قال عليك غدا بالكلمه. لا تعرفش علاش هو، انا نقول لك انا هو في حكايه متعلقه بالعقد نتاعك، قال انا عملت لك عقد جوست باش تاخذ قرض. لا مش صحيح. هو قال هكا؟ لا مش صحيح، لا مش صحيح. انا مانيش قاعد الحمد لله، معناتها اموري متيسره، مانيش قاعد لا لي هو لا حد شيء، مش صحيح هذا. هو ما كي ما لقاش جا كي ما لقاش كيفاش يخرج عربي المجري طلع فيه الحكايه هذه. شنو الصحيح؟ ما الصحيح اللي انا عندي عقد يمتد 3 سنين حملنف مع حملنف، جا هو قال لي معش سيء. هو قال زاد اللي انت قلت له، انت تسببت باش تطيح جمعيتك باش نلعب بلاش. هو تسبب باش تطيح الجمعيه، مانيش انا هو طيحها. عمرك ما قلت هو طيحها؟ هو تو لابروف تو حملم طيحها في عامين، طيحها 3 مرات ولا مرتين. وكان يزيد يقعد يزيد يطيحها، كان يزيد يقعد في حملم يزيد يطيحها. فاشل هذاك، انسان فاشل. ما ينجمش يشد جمعيه. لليوم علاقتك بيه ما صفيتش؟ ما عادش باش تصفى.
ما تصفيش خاطر انسان. نحنا كنا قبل علاش مثلا الاسبيرونس كانت تعاون فينا في حملهم بتاعتينا جوار اثنين ثلاثة، علاش ما عادش يعطيهم؟ علاش؟ ما عندوش، ما يعرفش يعمل علاقات مع العباد، انسان مكروه. انا ندور في حملهم وانا قلت حملهم هو ما يدورش في حملهم في خاف، انا نقعد في القهوة هو ما يقعدش. انا العباد تحبني هو ما يحبوهوش. غايظتك اليوم في الطريقة نتاع الخروج نتاعك؟ غايظتني خاطر هو ما يحبش حملهم، والمسؤولين اللي معاه ما يحبوش حملم، احنا نحبوا وينهم ولاد حملم؟ علاش ما رانيش بشويخ؟ علاش ما رانيش حملم؟ يا ابن بالذكري علاش مش في حملم؟ طاهر السبيع علاش مش في حملم؟ بعدوهم؟ يبعدوهم بالطبيعه. يا من قبل مش ما فضل بن حمزه بعد؟ هما من قبل كيفاش؟ اخي هو في الجمعيه عنده 10 سنين، هذه السياسه قاعدين يمشي بها. ما كانش رئيس، كان الدعديع قبله، وكان برشا كانوا قبله، ما كانش هو رئيس. وشنو النتيجه كي كان سي عادل معانا؟ شنو النتيجه؟ لا خطي على الكارير نتاع بن شويخ نتاع طاهر السبيع، ايه؟ من قبل بعدهم. من قبل بعدهم يا اخي، وسي عادل وقتاش رجع معانا في حمل انفو؟ هو يمشي هو ما يتبادلوا معناتها يمشي ويجي وقتاش رجع سي عادل معنا؟ هو الفاضل بن حمزه عنده اكثر، عنده برشا معنا. باهي واكثر واحد يتحمل المسؤوليه اللي حملم فيها في الحاله اللي هي فيها تو هو فاضل بن حمزه. واضح. نحكيو شويه على المنتخب. نحكيو. كنت دولي عربي في المنتخبات الشبان كما حكينا قبيليكا، لكن بعد ما شفناكش في السينيور. بون ما انت في الليجيون الكل كنت دولي، كنت نلعب. من بعد كي طلعنا للسينيور معناتها مع بلبولي خلوفي كسراوي معناتها كانت عندي حظوظ باش نلعب. الله غالب كيما قلت لك ما مشيتش الامور كيما واحد خطط لها معناتها. ما مشيتش الاولمبياد انت؟ لا لا. علاش وقتها؟ ما مشيتش. وقتها في المنتخب كان جاسم الخلوفي جاسم الخلوفي هو اكبر مني وقتها معناتها انا مازلت ما نلعبش وقتي هو مشي هو كان جاسم الخلوفي جارديان الاول. جسم الخلوفي وقتها قصراوي الثاني قصراوي ايه. وجابوا لكم فالي وقتها خالد فاضل. خالد فاضل كما جاش خالد فاضل كنت تمشي انت؟ كنت نجم ممكن نكون معاه. غضبتك وقتها ولا عادي تقبلت؟ بالطبيعه تغيظك معناتها اي حاجه أي في كارير الملاعبي معناتها اي حاجه اي ايفينمون يفوت ويغيظ. كنت تستحق تمشي؟ والله في شو نقول لك، كنت نستحق نمشي وكنت نستحق نلعب حتى فريق وطني فما دي مومو كنت فيهم انا معناتها الاول معناتها في تونس معناتها كنت فما دي مومو كنت نجم نلعب في برشا حاجه في برشا ماتشات. وقتاش كنت تستحق تلعب؟ في 2007 كنت نستحق نلعب في المنتخب. نحكي راضي على مسيرتك اليوم ولا كانت تنجم تكون خير؟ كانت تنجم تكون خير لو كان اكثر حاجه انا لو كان ما تضربتش، انا تضربت برشا ضربات هذوما اللي بليسير من عند ربي. من عند ربي. ولو كان اخر شنو؟ لو كان دمي بارد اكثر. دمك سخون؟ دمي سخون ما تشوفها لحد. فوالا هكاك نرجع ما نحملش الظلم. لا ما نحملش الظلم، انا كي نتظلم نولي عبد اخر. اي فوزي ما ظلمكش وقتها بردلتها معاه وانت لا قلت كلمه معناتها كلمه طايشه حاسبني عليها كاريري كامل. هذه من الاغلاط اللي عملتهم في مسيرتك. هكاو هذوكم في مسيرتي ما عنديش حاجه كبيره. شنو حكايه الحلقه عربي؟ ولا هذيك معناتها كنا في عند خميس العبيدي، سي خميس العبيدي مشينا ستاج. ووقتها معنا لونترونور دوزيام اونترونور كان ماهر كنزاري فهمتني؟ اي جاني في ستاج قال لي ما عادش نعيطوا لك هكا ما عادش تلعب في حملم. انتم البرا في حملم من اللي جون راه اي وديما هم نحاوني هم طردوني هم حملم من اللي صغيره كيك فهمتني؟ ونحن البر كم فين؟ انا في ايطاليا. في ايطاليا خممنا قلنا خلينا واحد اخر معناتها زوز اصحابي اخرين ما هما بطبيعتهم ما يلعبوش. قال ليش ما نمشيوش نعملوا تيست نخرجوا نعملوا تيست ونعملوا شيء خلينا ستاج ومشينا. وين عملت قعدنا غاديك ما عملوش. انا مشيت وقتها مشيت لفرنسا عملت تيست في كريتي. هذا عمري 16 سنه عملت تيست في كريتي وتقبلت فيه. علاش ما كملتش؟ ما كملتش وقت السي حمادي العطروس رئيس نادي تحملم جاني حتى لفرنسا وروح بيا غاديك وقال لي علاش وترجع وانت ولدنا وانت درا شنو وانا هذيك وتقبلت فهمني. والولاد اللي مع زوز صحابي معناتها اللي معايا رجعوا ما عملوش تيست ما كملوش خرجوا معايا ورجعوا. اليوم كاور ولا ما كاور؟ اي احمد حران كاور. احمد حران اي ونور جديد يكاور زاد حملم قصير شويه هذاك كاور في حملم كاور في جيبس.
مع بعضكم خرجتوا من الكبس خرجنا هي خرجنا و... لو كان كملت غادي ما روحتش لتونس كانت نجم تكون مسيرة معناتها كان ممكن كانت نجم تكون مسيرة خير من هكا. ندمت عليها ولا ايه؟ لا ما ندمتش على حد شيء. واضح. هكا نكملوا الحوار معك على بالي مثلا عندي دوري بريك نكملوهم مع بعضنا لكن قبل هذا نحب نذكر السي اس اس كملت المقابله متعادله 1-1 تاهل لدور المجموعات في كاس الكاف ان شاء الله العاقبه للنجم الساحلي وكذلك الاتحاد المنستير يكونوا ايضا في كاس الكاف من دوري المجموعات بالطبيعه. نبداو الدوري بريك بتاعنا في الحصه مع ضيفنا اليوم العربي الميجري البدايه مع لوكويس على خاطر مع بعضنا نزيدوا في القيمه ومعاكم وبيكم نكملوا ثنيه اكسبريس اف ام تودكم بهديه وتعطيكم الفرصه باش تزيدوا تعرفوا بمشاريعكم وشركاتكم بعث مشروع جديد والا من سنين خدمت وتعبت وفي القيمه زدت احكي لنا في فيديو قصيره على تجربتك واكسبريس اف ام فاش عاونتك كلمه بمعلومه ولا بفكره الفايده النتيجه انك اليوم قدمت مالا نستناو فيديوهاتكم على نيميرو واتساب 95 99 53 22 وشاركوا في جو كونكور كرياتور دو فالور واربح اون كومباني بوبليسيتير بقيمه 20 مليون على اكسبريس اف ام. كويز دونك نكملوا الحصه نتاعنا بالاخر زوج فقرات مع ضيفنا اليوم العربي اللي ما يجري حارس السابق للترجي والنادي حملان فنقول المنتخب زاده شديد شويه في المنتخب شديد شويه ما قعدتش فتره كبيره ما لعبتش لعبت ماتش اميكال وقتها في المنزه مع شكون؟ كنت الكونغو به مجموعه من الاسئله جاوبنا بسرعه ما تخممش برشا شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ يوسف مساكي احسن لاعب خلقته تونس محمد العقل شكون تشوف الله يرحمه شكون تشوف اللاعب في البطوله توا قادر ينجح في اوروبا؟ ما فماش حتى ملاعب شكون مهاجم كنت تقرا له حساب؟ مايكل المدافع اللي كنت ترتاح كيلعب قدامك؟ خالد بدر اقرب لاعب ليك؟ ولي الهجري شكون احسن مدرب رناك؟ زوز نبيل معلول ومعين شعبين رناك معين في حمل انف افضل مدرب تونسي تو؟ معين شعبين شكون المدرب عنده فضل على العربي الماجي؟ مدرب عنده فضل عربي المنزل حتى حد ماتش ما تنساهش ماتش ريتوال وحملنف في حملنف اني هو عليش ربحنا بلانتيات وقتها لكان نحيد دوز بلانتيات وقت ليفا الشيخاوي وتراوي اول ما طلعت هذيك فهل احلى بارادة عملتها الماتش هذاك اني شيخاوي راس راس وبعد نسيت شكون جوار شديتها على مرتين وبعد بالراس عاود ضربها عاود نحيتها اهم باراد بينالتي كونتر ستاد مره نلعبوا على تيوا بونتو ندمت عليه بونتو سهل قبلته بونتو العكروت كيفاه؟ مع ستاد ولا مع الكلوب العكروت؟ مع الكلوب هو وانا مع ترج كيفاه؟ اللي بدا كرة بينيان وخليل معناتها هزيتي انا طلعت ورجعت هزها بيك بدا فكرت شنو اكثر حاجه فخور بها في مسيرتك؟ والله برشا حاجات معناتها الحمد لله معناتها تيتروات اللي هزيتهم في الترجي تيتري قعدوا في الذكرى 5 6 ولا 7 باراد تمنيت لو كان انت عملتها باراد ماتش صفاق اسمه عز بن شريفية نحا وقت اللي دخل نحا بيلانتي على مارتين حلوة ياسر أقوى جمهور كي تدخل تلعب ضده تتفجع ضده اي الأهلي المصري الأهلي المصري في مصر علاش؟ في استاد القاهرة كيبدا معبي الكل كي تدخل يبدا معبي استاد الكل بعد حمل انف وترجي شكون تشجع؟ شكون جمعيه اقرب لك؟ نشجع حمل انف وترجي اي بعدهم اقرب لك تميل لها شويه في تونس؟ ما هي لا في تونس لا ما نشجعش الحقيقه حتى حد حمل انف وترجي حاجه فيك ما تعجبكش؟ كسوحيت راسي احسن لاعب في العالم تو؟ كريستيانو رونالدو احسن جارديان نوير احسن مدرب في العالم
برشا مدربين. هي سمي لي واحد. مورين. انت جاي خممت قلت زعما شنو يسالني؟ شوية خممت يخمم يخمم. مش خممت اصلا. خممت. كان تيفي لو كويز. لو كويز. نكملوا مع روبريك الاخرى عربي. ليكيب تيب. ليكيب تيب. باش تعمل تشكيل تحط لي فيه انت جارديان وعشرة ملاعبية من احسن ملعبت معه. عشرة ملاعبية من احسن ملعبت معه. ايه على اليمين شكون نحطه؟ مشكلة دا باش حطنا فيها عند برشا جوالات صحابي. تفدلك هي. فما واحد يسلم عليك ها توا في اللايف بعث لك كومنتير ابش في التشكيل نشوفوك تحطوه ولا ما يش يسميهولك توا. باهي حطوا سامح الدربالي على اليمين على اليسار خلي سامان في الاكس معين وبدرة ما سميتوش مهدي رصاصي مجنون تحية مهدي زاد مجنون تحية سيت وزاد مهدي نحبه برشا خويا هذاك في الوسط خالد القربي مجدي تراوي هاي انيس بن شويخ هذوما الثلاثة قدام قدام مايكل والمساكني اها و مش ما ننساش فما شكون ما ننساهوش على اليمين مساكني على يسار مايكل اي على اليمين شكون على اليمين نحطو حطو سيلونسيو كتليفون سيلونسيو شكون على اليمين لازم نختار واحد توا من وليد مازال واحد هكا سبوان صعيبة لا مش سبوان صعيبة برشا جوالات ما اختارش وليد ليش ما اخترتوش صاحبي ميسيج ياك سميتو في غير قبيلك يا وليد نحط واجدي بوعز واجدي بوعز كانت هذه ليكيب تيب ليكيب تيب كيفاش كيفاش نسيت وليد صاحبي خلينا نلعب بثلاثة في الاكس نسلموا عليه وليد الهيشري كانت هذه ليكيب تيب يعطيك الصحة شكرا لك عربي شرفنا بحضورك اليوم عاش كنت حاب نخليك كلمة ربي يفضلك ميرسي بوكو على الاستضافة نشوفوك مدرب على قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تونس بخير وان شاء الله ان شاء الله عام الجاي يكون خير من السنة ان شاء الله مازلنا مواصلين في زون ميكس حتى الخمسة متاع العشية بعد شوية مكملين تابعونا حتى